فضيلة الشيخ، هل يجوز الصلاة في الثوب وفيه استفراغ الطفل؟ لا يجوز الصلاة بالثوب الذي أصابه القيء، سواء من الطفل أو من غيره، لأن القيء نجس خارج من المعدة أو نجس، فلا بد من غسله. ولو صلى وعليه ثوب فيه قيء فإن صلاته غير صحيحة إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا أو ما درى أو جاهل وصلى فصلاته صحيحة، أما إذا كان متعمدا وخابر وعارف القيء وأنه على ثوبه وصلى وهو يعلم ذلك فصلاته غير صحيحة. نعم.